السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الثاني متوسط، معكم معلمتكم حصر مح. نستعرض سويا قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية يا أبنائي وبناتي، أبحث عن مكان هادئ للتعلم وجهز الحاسوب أو الجوال استعدادا للدرس. أجلس جلسة صحيحة، أتعلم جيدا حتى أتفوق، وأستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث، وأجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة هي التربية الفنية، المجال المستهدف الفني والمجال المساند الحركي الدقيق، وعنوان الدرس هو عمل زخرفي باستخدام الحبال الطينية. الهدف العام معرفة تنفيذ خطوات عمل زخرفي باستخدام الحبال الطينية. الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على كيفية التعامل مع العجينة الطينية، وأن يذكر الطالب والطالبة طرق التشكيل بالطينة الزخرفية، وأن يعمل الطالب والطالبة مجسم بطريقة الحبال على الطينة الزخرفية، وأن يشكل الطالب والطالبة حبالا متنوعة السمك، وأن يترك الطالب والطالبة المجسم أسبوع ليجف. هنا نشاهد يا أبنائي وبناتي، هنا تقول أنا سارة. قصة قصيرة لدينا، قصة سارة، وهي سارة تخرجت من المرحلة التأهيلية وبدأت بالبحث عن معهد لتعلم الفنون التشكيلية بالطينة الزخرفية. وخلال تصفحي على جهازي المحمول وجدت إعلان لمعهد الفنون للتشكيل بالطينة الزخرفية. وجدت ماذا؟ إعلان عن معهد يا أبنائي وبناتي لتعلم ماذا الطينة الزخرفية. وعندما دخلت على المعهد، توجهت إلى المعهد، وجدت المعلمة الفنون هند، وقالت لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت المعلمة هند ماذا يمكن أن أتعلم عن طريق التشكيل بالطينة الزخرفية في المعهد؟ ماذا تستطيع أن تتعلم؟ أحسنتم، عمل المجسمات الزخرفية قد تكون بأسلوب الضغط أو بأسلوب التشكيل بالحبال الطينية، وهو درسنا لهذا اليوم، أو باستخدام أسلوب الضغط. أدوات التشكيل بالطينة الزخرفية، هنا نشاهد أدوات قد تكون خشبية أو ماذا؟ بلاستيكية، نشكل بها ونقطع بها العجينة الطينية. وهنالك إسفنجة نستخدمها لسحب الماء وتمليس العجينة الطينية. والعجينة الطينية، هنا لدينا عجينة طينية صناعية نجدها في المكتبة ولها درجات مختلفة، قد تكون من اللون الأبيض تدرج إلى استخدام اللون البني. الأدوات التشكيل، هنا لدينا نشاط سريع. هل نشاهد هنا ماذا؟ أحسنتم، الإسفنجة هل هي من الأدوات؟ صحيح. ونشاهد هنا زجاج ملون، هل هو من الأدوات؟ خاطئ. وهنا حبل بالخيش، هل هو من الأدوات؟ خاطئ يا أبنائي وبناتي. وهنا ماذا؟ عجينة طينية، هل هي من الأدوات؟ أحسنتم يا أبنائي وبناتي. هنالك ماذا؟ طينة طبيعية، نشاهد طينة طبيعية. هنالك طينة طبيعية يا أبنائي وبناتي. هنالك نوعان، طينة طبيعية وطينة صناعية. الطينة الصناعية نجدها في المكتبة، قد تكون طينة باردة أو ملونة، هنا تسمى الصلصال. وسوف نستخدم اليوم الطينة الباردة نجدها في المكتبة، وهي طينة صناعية. والطينة الطبيعية هي عبارة عن صخور مفتتة إلى قطع صغيرة قرب الأنهار في السهول والوديان، تنتج عن هذه التربة صخرية ناعمة ملونة بألوان كاللون الرمادي والأحمر والبني والأبيض، وتتجمع لتصبح كتل طينية تسمى بالطينة الطبيعية. هنا نشاهد ماذا؟ الطينة الطبيعية، ونستطيع استخدامها في تشكيل والفنون. والطينة الصناعية، ما هي الطينة الصناعية؟ هي عبارة عن مواد صناعية مرنة تدخل في تركيبها العديد من المواد المشتقة من البترول كالبلاستيك والصمغ وغيرها من الأدوات الكيميائية، بإضافة إلى ألوان، وهي متوفرة في الأسواق وتحمل العديد من الألوان الزاهية وسهلة التشكيل. قد تكون طينة باردة وهي بدرجات الأبيض إلى درجات البني، وقد تكون بدرجات مختلفة وهي الصلصال.
والأدوات المستخدمة لعمل المجسمات الخزفية، ما هي الأداة الأساسية يا أبنائي وبناتي؟ ممتاز، العجينة الطينية سوف نستخدمها لهذا اليوم، وهي عجينة طينية صناعية باردة نجدها في المكتبة، سوف نستخدمها في عملنا لهذا اليوم. وهنا من أساليب التشكيل أجدها في المكتبة، وهنا قماش، لابد أن أحضر قماش بعد أن أنتهي من تشكيل الحبال الطينية، أقوم بتغطيتها حتى لا تتعرض إلى الهواء مباشرة فتجف. مجسمات خزفية بالحبال الطينية، هنا نشاهد مجسم يحمل شكل مادة الحبال الطينية بشكل الشجرة، ومجسم يحمل هنا شكل مادة القارب في البحر. ننتقل للتطبيق العملي ونشكل حبال مختلفة السمك. هنا نشاهد حبال قمنا بتشكيلها في درسنا السابق مختلفة السمك، وسوف نشكل اليوم، أحسنتم، المزيد من الحبال بسمك مختلف نسمي بالله. ونقوم بارتداء القفازين يا أبنائي وبناتي قبل البدء بالعمل. وسوف نحضر العجينة الطينية، نحفظها في كيس بلاستيكي بعد الانتهاء من استخدامها. هنا لدي العجينة الطينية، سوف أشكل منها حبال بسمك صغير جدا. هنا نشاهد ماذا، حبل بسمك صغير جدا، أستطيع استخدامه في التشكيل. وهنا سوف نستخدم حبل آخر بسمك صغير جدا، نشاهد، أحسنتم يا أبنائي وبناتي، هكذا نستطيع صنع، أحسنتم، حبال طينية بسمك صغير جدا، نستطيع استخدامها في التشكيل، وأستطيع صناعة حبل طيني بسمك ممتاز كبير. ممتاز يا ابنائي وبناتي، نقوم بالتشكيل والضغط على العجينة الطينية لتشكيلها. سوف نقوم بالتكوير بالضغط بخفيف على العجينة الطينية، أحسنتم، هنا نشاهد حبل، أحسنتم، طيني، نستطيع تشكيل به بشكل الذي نريده، وأستطيع قسمه وتشكيل بحبال طينية بسمك آخر. ممتاز يا أبنائي وبناتي، نشكل حبالا طينية ونستطيع الاستفادة منها في عمل مجسمات، أحسنتم يا أبنائي وبناتي. هنا حبال طينية بسمك مختلف، هنا نقطع من العجينة الطينية، ماذا تشاهدون هنا؟ أحسنتم، عجينة طينية تميل للون الأبيض، أستطيع التشكيل بالضغط على العجينة الطينية تشكيل حبال طينية بأحجام مختلفة. هنا لدينا سمك كبير جدا، نستطيع الضغط وتشكيل سمك أصغر منه، ونستطيع قطعه وعمل ماذا منه، سمك آخر للحبال الطينية، سوف نستخدمها في التشكيل لاستخراج عمل فني جميل. شاهد، أحسنتم، نستطيع تشكيل بالحبال الطينية حبالا مختلفة السمك، نستطيع تجميعها لتكوين عمل فني جميل. وبعد أن أنتهي من استخدام العجينة الطينية نقوم بماذا؟ بإغلاق العجينة الطينية لحفظها لاستخدامها مرة أخرى.
بعد الانتهاء من تشكيل مادة العجينة الطينية والحبال الطينية، أقوم بمادة بتشكيلها. أحسنتم لي تكوين عمل فني جميل. ممتاز يا أبنائي وبناتي، أداء رائع، بارك الله فيكم. تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور، تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على عمل زخرفي بالحبال الطينية. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.